السلام عليكم واهلا بيكم. انا ايه خلف، وفي دي حلقه جديده من بي نورشت. لو دي اول مره ليكم في القناه وانتم مهتمين بالتغذيه والاكل الصحي والخساسان، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه بتاعتي عشان يجيلكوا الفيديوهات اللي جايه. النهارده انا هوريكم ازاي بعمل مربى الفراوله من غير سكر خالص، مناسبه للي عندهم سكر، للي بيحاولوا يخسوا، او اللي عاملين كيتو دايت. بما اننا في موسم الفراوله، فانا مش هروح اجيب الفراوله من السوبر ماركت، انا والبنات المزرعه وهنقطف الفراوله واحده واحده مع بعضينا. المزرعه كمان فيها حته لعب كبيره للاطفال، فانا هاخدكم معايا في اليوم كله ماشي ازاي، والولاد عملوا ايه، واحنا بنختار الفراوله، وبعد كده هوريكم وصفه المربى اللي من غير سكر. وبعدين في شويه فراوله كده فضلوا في الاخر، عملت للبنات بيها كيكه بالكريمه والفراوله، كان نفسهم فيها قوي، بس عملتها من غير لبن ومن غير قمح. هي مش ريسبي صحيه قوي، ما اقدرش اقول عليها ان هي صحيه لان هي فيها سكر، لكن مناسبه للي بيحاولوا يعملوا حلويات خاليه من اللبن وخاليه من القمح لاولادهم. فهوريكم الريسبي بتاعتها كمان في اخر الفيديو. احنا كنا هنبدا اليوم بدري قوي وما كنتش هلحق افطر، فعملت باكينج للفطار بتاعي معايا، حطيت شويه كرز وعملت ساندويتش بالعيش اللي انا بعمله بدقيق اللوز وبزر الكتان، ولو عايزين الريسبي هتلاقوها في اللينك اللي فوق. حطيت شويه مايونيز شويه جرجير، وبعد كده استخدمت اورجانيك تركي، مفيش طبعا عليه بريزرفاتيفز ولا شوجر ولا اي حاجه. طبعا ما نسيتش اخد معايا كوبايه ميه، وحطيت فيها ليمون عشان كنا هنقعد طول اليوم بره واكيد هعطش. السكه كانت حوالي ساعه، بس المناظر كانت جميله قوي في السكه، فانا كنت مستمتعه يعني. بس بوريكم قد ايه الموضوع مش سهل ان احنا نجيب شويه فراوله ونعمل بيهم مربى، مش زي ان الواحد يروح المحل ويشتريها في 3 دقايق. بنات راحوا وجابوا العلب بتاعتهم ودخلوا المزرعه وبداوا بقى يعملوا يعني سطو على المزرعه ويشوفوا ايه اكتر حته فيها فراوله وفين احسن فراوله في المزرعه. بس الحمد لله تمت المهمه بعد حوالي ساعه او ساعه الا ربع، كنا راجعين ببوكس كبيره مليانه فراوله. احنا كنا في اخر الموسم شويه، فمعظم الفراوله كانت مستويه، فكان لازم ان احنا نستخدمها في نفس اليوم يا اما هتبوظ. فاحنا اكلنا نص الفراوله تقريبا في العربيه، والنص الباقي بقى استخدمته في المربى اللي من غير سكر، المناسبه للي بيعملوا دايت او اللي عندهم سكر او ماشيين على كيتو دايت. والباقي عملت بيه كيكه بالفراوله والكريمه لبنتي، بس من غير جلوتين ومن غير لبن. هوريكم الريسبي بتاعتها برضو في اخر الفيديو. بي بيوتيفول. طبعا الفارم ما كانتش بس الجزء بتاع الفراوله، ده كان فيه بقى محل جوه كبير، البنات طبعا قعدوا فيه مثلا ربع ساعه او تلت ساعه يجربوا كل حاجه في المحل. بعدين فيه بقى كان رايدز ولعب كتير يركبوها، وكان في حيوانات يلعبوا معاها. فيعني في الاخر الموضوع اخد اعتقد من اول اليوم لحد الساعة 4 أو 5 على ما روحنا البيت وبدأنا نشوف بقى احنا هنعمل ايه بالفراولة اللي احنا جبناها. الفراولة فاكهة أصلا قليلة في السكر، وبالتالي مناسبة للناس اللي بتحاول تخس والناس اللي عندها سكر والناس اللي عاملة كيتو، لكن لو عايزين نعملها مربى لو حطينا عليها كوباية سكر فضاعت الفايدة دي كلها. عشان كده في الرسبي بتاعت النهاردة أنا بستخدم سويتنر اسمه مونج فروت. المونج فروت زي الستيفيا، هو يعني مادة تحلية طبيعية، وهي مش بتعلي نسبة السكر في الدم خالص، ومفيش فيها أي كالوريز، وبالتالي هي مناسبة للي على كيتو أو اللي بيحاول يخس أو اللي عنده سكر. طعمها جميل جدا وقريب جدا من السكر، أنا حتى بستسيخ طعمها أكتر من الستيفيا، وبحس إن هي ملهاش الطعم اللي الستيفيا بتسيبه في الآخر، فبحسها مناسبة جدا إن الواحد يعمل بيها حلويات أو مربى أو حاجات زي كده. المربى هتتعمل بالتلات كوبايات فراولة، معلقتين من بذور الشيا،
حوالي من 20 ل 30 نقطة من المونك فروت اكستراكت حسب انت عايزاه يكون مسكر قد ايه، شوية ليمون وشوية فانيلا باودر او فانيلا اكستراكت، وبعد كده تسيبيها على نار هادية تطبخ لمدة مثلا نص ساعة، وكل شوية تحاولي ان انت تضغطي عليها وتهرسيها. لو انت مش بتحاولي ان انت تقللي السكر قوي ممكن تحطي معلقة عسل هتديها طعم ظريف، بس لو انت عايزاها تبقى ما فيهاش سكر خالص فلو استخدمتي مونك فروت، او لو ما عندكيش مونك فروت واستخدمتي ستيفيا هتؤدي الغرض وهيطلع طعمها حلو. يعني بقيه الفراوله عملت بيها كيكه مش هيلثي قوي يعني، بس ما فيهاش جلوتين وما فيهاش لبن عشان البنات كان نفسهم فيها. دي بيسموها ستروبري شورت كيك. فالكيكه بعملها بان انا بضرب الاول اربع بياض بيض مع بعض مع شويه اللي هو كريمه التارتار، وبتسيبيها تتضرب حوالي 20 دقيقه او نص ساعه لحد ما تبقى عامله زي كده سحاب فلافي، يعني بتجمد بتبقى تخينه كده كانها كريمه وبتبقى فيري فيري فلافي، فلازم تفضلي تضربي لحد ما توصلي للشكل ده. انا كنت مستخدمه هنا كيك ميكس لماركه اسمها سيمبل ميلز، هو كيك ميكس معمول من الالموند فلاور والكوكونت شوجر، وبحبه لان هو ما فيهوش اي اضافات، ما فيهوش انواع سكر مش هيلثي، بس يعني اي نوع متاح عندك ممكن انت تعملي اصلا الميكس بتاعك، او تجيبي اي ميكس يكون ما فيهوش جلوتين ويكون بيستخدم الموند فلاور ومثلا عسل او اللي هو سكر الكوكونت، وتعملي الميكستشر زي ما مكتوب على العلبة يعني. وحطيت دوت في الفرن، وبعد كده بدأت ان انا اقطع الفراولة. انا هنا مستخدمة كريمة جاهزة ديري فري معمولة من الكوكونات اويل، بس لو حابين تعملوا الكريمة في البيت فممكن تشوفوا الفيديو اللي انا كنت عاملاه بتاع الكنافة الديري فري، وحط لكم اللينك فوق وهوريكم فيه ازاي تعملوا الكريمة في البيت بالكوكونات ميلك. لو حبيتوا الفيديو وجربتوا الريسبي ياريت تسيبولي كومنت وتعرفوني اذا كانت عجبتكو، وما تنسوش تعملوا شير مع اصحابكم اللي ممكن يحبوا الفيديو، سيبولي لايك عشان اعرف الفيديو عجبكو ولا لا، وياريت كمان تسيبولي في الكومنتس ايه الحاجة اللي حابين تسمعوني بتكلم عنها او حابين ان انتوا تشوفوها في الفيديو الجاي. اشوفكو في حلقة جديدة من بينا وعشتي.